بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لازلنا نتمتع بذكر خيرة الخيرة من نساء المؤمنين. اليوم نتكلم عن سيدتنا أم كلثوم بنت عقبة ابن معيط، وهي أخت سيدنا عثمان بن عفان لأمه، فأمها أروى بنت كريز، وأروى هذه هي بنت البيضاء، وهي أخت بل توأم عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمن هنا يعرف قرابتها من عثمان وقرابتها برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدتنا أم كلثوم من السابقات في الإسلام، وإن كان أبوها من أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أنها دخلت الإسلام في أول أمرها. وكان عقبة بن أبي معيط يلوم زوجته أروى ويقول لها عندما دخل سيدنا عثمان في الإسلام، قال لها انظري إلى ولدك ما فعل، تبع محمد. قالت أما إنا نفديه بأنفسنا وأموالنا على النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت أم كلثوم تأثرت بأمها ولم تتأثر بأبيها، وأكرمها الله سبحانه وتعالى بدخول الإسلام. كانت من المتعلمات، كانت قارئة وكاتبة، ولم تستطع الهجرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت تخشاه من الأذى، حتى تأخرت هجرتها قيل إلى السنة السابعة، ولكنها كانت تترصد لذلك وتعد للهجرة، وكانت تحاول حتى أنها تخبر أنها بدأت ذلك بأنها صارت تخرج إلى البادية تمكث يوم، تمكث يومين، تخرج بعد مدة إلى البادية تمكث 3 أيام، تعود أهلها بغيابها عن المنزل يومين وثلاث. حتى في مرة من المرات وقد عزمت الذهاب والهجرة إلى المدينة، فخرجت إلى البادية تقول فلقيت رجلا قال لها ماذا تريدين؟ فقالت له من أنت وماذا تريد؟ قال أنا رجل من خزاعة. قالت فلما قال من خزاعة اطمأننت، لأن خزاعة كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا. فقلت أنا أريد المدينة اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها أنا صاحبك. فسبحان الله، أكرمها الله تعالى. الغريب أن ما كانت تعرف الطريق ولم تكن عندها شيء من الإمكانات، إنما خرجت هكذا لله بهمة صادقة، فسخر الله سبحانه وتعالى لها هذه الأسباب، فحملها هذا الرجل الكريم الأخلاق إلى أن أوصلها إلى المدينة المنورة. ثم لما وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمت بعض أهله وقالت إني لا أريده أن يردني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه، لأنها هاجرت بعد الحديبية، وفي الحديبية معلوم أن النبي وقع عقد بينه وبين أهل مكة أن إذا جاءه أحد من أهل مكة مسلم أن يرده عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على ذلك، فكانت تخشى. حتى لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا تردني إليهم فيعذبوني، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات الممتحنة المشهورة، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى آخر تلك الآيات. فكانت سيدتنا أم كلثوم بنت عقبة أول ممتحنة، ثم بعد ذلك من جاء من بعدها من النساء، فكانت بداية هذا السبب، وهذا من شرفها ومما يذكر لها في سيرتها رضي الله عنها وأرضاها. فبقيت في المدينة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلحق بها بعد ذلك أخواها، حتى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يعيدها، فأخبرهم أنه لن يعيد أحدا من النساء، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، فشرح الله تعالى صدورهم فدخلا في الإسلام كذلك. فكان دخلا في الإسلام بعد الفتح، ولكن تأثروا بلقائهم بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
ثم إن أم كلثوم مكثت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الكثير من المواقف، بل إنه استصحبها صلى الله عليه وآله وسلم في بعض غزواته تداوي الناس لعلمها ولمعرفتها بهذا الأمر، وضرب لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسهم. إذا نظرنا إلى عقلها وإلى همتها وصدقها مع الله سبحانه وتعالى، نعرف لماذا عظم الله وعظم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شأنها ومكانها عليها رضوان الله تعالى. في حلقتنا القادمة إن شاء الله نتكلم عن زواجاتها رضي الله عنها وأرضاها إلى وفاتها. نسأل الله أن ينفعنا بما أودع في صدورهم من العلوم ومن الإيمان ومن الهمة ومن الصدق، حتى نكون أمثالهم وأشباههم. آمين، اللهم آمين.